عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما وأبدا في موقعكم بيسوب. اليوم إن شاء الله بعد أن انتهينا من مساق الاقتصاد والأعمال الدولية والذي تضمن 26 فيديو بمعدل 10 دقائق لكل واحد منهم، وقد كان مسارا تضمن كل ما يحتاجه رائد الأعمال بشأن فهم الاقتصاد الشق الذي يهمه، وهو أن يطلع على مفهوم اللعبة الاقتصادية وما هي البيانات والمعلومات التي يحتاجها ومن أين الحصول عليها. أما باقي الأمور فهي اختصاص أهل الاقتصاد، فمن بين أدوارهم إعداد وتطوير هذه البيانات والمعلومات والمؤشرات وتوفيرها. الأكيد الكمال لله، لكننا حاولنا أن نبسط المعلومة ونجعلها قابلة للاستيعاب على قدر المستطاع. واليوم إن شاء الله سننطلق في مسيرة جديدة مع مساق جديد وهو مهارات الإدارة الأساسية، فمرحبا بكم في هذه الرحلة الجديدة. المهارات الإدارية الجيدة أمر حيوي لأي منظمة، أي منظمة تسعى لتحقيق أهدافها بشكل فعال. وفي الحقيقة قائمة السمات أو القدرات التي يجب أن يمتلكها أي شخص يمتهن الإدارة من أجل أداء مهامه المحددة قائمة طويلة وغير محددة، مجموعة واسعة من المهارات من التخطيط والتفويض إلى التواصل والتحفيز، لكن هناك أولويات فيما بينها. وأيضا هناك من المهارات في مجالات الإدارة التي يشعر المديرون الجدد أو الموظفون بالراحة معها بالفعل، ولكن للسعي نحو النجاح على المدى الطويل من المطلوب أو بالأحرى من الحكمة على هؤلاء تحليل مهاراتهم في جميع مجالات الإدارة من خلال تحدي مقدراتهم المهارية مع ما يتوفر من مهارات إدارية أساسية حديثة، ويكون هذا التحدي بشكل مستمر من أجل التحسين في جميع هذه المجالات. ويمكن تعريف المهارات الإدارية على أساس أنها قدرات معينة يجب أن يمتلكها أي شخص يزاول إدارة الأعمال في أي منصب أو أي درجة كان، مدير تنفيذي أو موظف، من أجل الوفاء بالمهام الموكلة إليه في المنظمة. وهي تشمل القدرة على أداء الواجبات مع تجنب حالة الأزمات وحل المشكلات على وجه السرعة عند حدوثها، والتفاوض المنهجي عند الحاجة، وصناعة القرارات بناء على أسلوب محترف، وتحقيق المستهدفات من المشاريع والأهداف مع ضمان المشاركة الفاعلة ضمن فرق متكاملة مشكلة لهذا الغرض، كل ذلك مع العمل على تحقيق الاستدامة والتحلي بأخلاقيات المهنة أو أخلاقيات العمل. تطوير المهارات الإدارية أمر حتمي، واتخاذ أسلوب العفوية في التصرف قد لا يأتي بثماره المطلوبة على أكمل وجه، خصوصا على مستوى المنصة العالمية للأعمال. فسوق العمل أصبح يؤمن بأن الجدارة في تأدية الواجبات أساسها المهارات المتوفرة أكثر من الشهادات العلمية، فهذه الأخيرة قد تفتح بابا للمقابلة في الوظيفة، أما أساس المقابلة هو حوار عن المهارات المكتسبة. المهارات تساعد الموظف أي كان منصبه على التواصل مع زملائه في العمل ومعرفة كيفية التعامل بشكل جيد مع مرؤوسيه ورؤسائه، مما يسمح بالتدفق السهل للأنشطة في المنظمة. وعلى هذا الأساس فيجب أن يكون لدينا سعي مستمر لاكتساب المهارات بالتعلم والخبرة العملية. المهارات الإدارية الأساسية يمكن تقسيمها إلى ثلاث محاور أو ثلاث أنواع، وهنا نستعمل التقسيم الذي تم من قبل عالم النفس الاجتماعي والتنظيمي الأمريكي روبرت كاتس، حيث حدد ثلاث أنواع أساسية لمهارات الإدارة: المهارة التقنية والمهارة الشخصية والمهارة الفكرية أو المعرفية.
فبالنسبة للمهارة التقنية فيتطلب أداء أي وظيفة استخدام مجموعة من المهارات متعددة، وهي صفات يتم اكتسابها باستخدام واكتساب الخبرة في أداء المهام التي تتعلق بالأدوات المادية أو الرقمية، وغالبا ما يطلق عليها المهارات التقنية والمعروفة أيضا بالمهارات الصعبة. ويمكن أن تختلف المهارات التقنية على نطاق واسع عبر الصناعات والوظائف، فلا تتضمن هذه المهارات تشغيل الآلات والبرامج وأدوات الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضا المهارات اللازمة لزيادة المبيعات وتصميم أنواع مختلفة من المنتجات والخدمات وتسويق الخدمات والمنتجات. فعلى سبيل المثال، أبسط مثال، غالبا ما يحتاج عمال التجزئة الذين هم على الواجهة مع المستهلكين معرفة كيفية استخدام برامج نقاط البيع أو ما يسمى بـ Point of Sale POS. عليهم تحديد المبلغ المستحق من الزبون وتجهيز الفاتورة والإشارة إلى الخيارات المتاحة للزبون للدفع، وأيضا يمكن استخدام هذه النقطة نفس النقطة لعملية دفع المقابل إلى التجار عن السلع التي يوردونها. وأيضا قد يحتاج ممثل خدمة العملاء إلى مهارات تقنية تتعلق بإدارة العملاء وأنظمة الهاتف، وقد يحتاج المديرون إلى مهارات تقنية تتعلق بتقنية الإلقاء عبر تطبيقات وبرامج التواصل عن بعد الرائجة حاليا، وهناك العديد من التقنيات الأخرى قد تهم إدارة المشاريع وتحليل البيانات وغيره. أما عن المهارات المعرفية والفكرية فهي تتحدد في القدرة على التخطيط والتنسيق وتحقيق التكامل بين الاهتمامات والأنشطة الكلية للمنظمة، وتعتبر هذه المهارات هي الأكثر أهمية عند المستويات العليا من المنظمة، حيث من خلال هذه المهارات يمكن التعبير عن القدرة على عرض المنظمة كنظام كامل وتوضيح كيف ترتبط وتعتمد مكونات المنظمة مع بعضها. وقد تشمل هذه المهارات القدرة على التفكير المجرد وصياغة الأفكار وتحليل المشاكل وتشخيصها وإيجاد حلول إبداعية، مما يساعد على التنبؤ بفاعلية للعقبات التي قد تواجهها المنظمة أو أحد أقسامها أو أحد فروعها. ثم هناك المهارات الشخصية أو ما يسمى المهارات البشرية أيضا، وهي تلك المهارات التي تمكن الإداريين من القدرة على التفاعل أو العمل أو التواصل بشكل فعال مع الناس، وتمكن المديرين من الاستفادة من الإمكانات البشرية في الشركة وتحفيز الموظفين لتحقيق نتائج أفضل، وحتى أن هذه المهارات قد يوظفها الفرد لتحفيز نفسه، لأن العمل قد يحتاج من أي شخص الانضباط الشخصي المدعوم بالتحفيز الذاتي. هناك من يضيف على هذه المهارات الثلاث المهارات التشخيصية والمهارات التحليلية، وصراحة لا يوجد داع لذلك، لأن كلاهما متضمنا في المهارات الثلاث الأساسية التي ذكرناها قبل قليل. فالمهارات التشخيصية تعبر عن القدرة على تحليل الأعراض ثم العمل على تحديد المسبب في وجودها، أما عن المهارات التحليلية فهي ضمنيا متشابهة مع مهارات اتخاذ القرار، وهي مكملة لمهارات التشخيصية، فهي تعبر عن القدرة على تحديد المتغيرات الرئيسية لأي موقف بشكل دقيق وبيان الترابط بين هذه المتغيرات والخروج بقرار يحدد الأولويات فيما بينها، بما يحدد أي متغير هو بحاجة لاهتمام أكبر والذي يليه. بشكل عام، إذا ما عرفنا أو إذا ما أردنا ربط كل مهارة أو كل نوع من المهارات مع مستوى إداري معين، المستويات الإدارية الثلاث، الإدارة العليا والتكتيكية والتنفيذية، ففي الواقع الحالي صار جميع الموظفين في أي مستوى كانوا عليهم أن يكون لديهم مجموعة مهارات تتعلق بالأنواع الثلاث، لأن الإدارة الحديثة تعتمد على منهجية العمل الفرقي، وضمن الفريق قد يحتاج العضو للعديد من المهارات ليثبت نفسه وينجز المهام المنوطة به، فكل حسب مهاراته وكفاءاته تكل إليه المهام ويتحسن تقييم أدائه كذلك. ولم تعد المسألة في الأعمال هرمية ومركزية في قراراتها إلا
إذا كانت المنظمة لا زالت متأخرة. لكن إذا ما أردنا أن نربط المهارات بالمستويات الإدارية الثلاث حتى يحدد أي شخص الأولوية بين المهارات التي يحتاجها، فيمكن أن نقول أنه كلما تحول الموظف في منظمة إلى الأعلى يكون بحاجة إلى مهارات تقنية أقل، وتزداد الحاجة للمهارات المعرفية والفكرية. أما بشأن المهارات الشخصية فلا أظن أي موظف في أي مستوى كان قد لا يكون بحاجة لها، لأن الجميع قد يحتاج للتعامل مع الآخرين. إن شاء الله خلال مساق المهارات الإدارية الأساسية سنحاول تسليط الضوء وسنكتشف معا مجموعة متنوعة من المهارات الإدارية التي قد تكون الحاجة لها في مسار الحياة المهنية، وكذلك نشرح كيفية تحسينها إن شاء الله. وعلى أمل لقائكم في الفيديو القادم إن شاء الله، أول فيديو في مساق المهارات الإدارية الأساسية، وسيكون حول ما هي الوظائف الرئيسية للمديرين. ومن هنا إلى هناك نستودعكم الله، ودمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.